past continuous and simple past. الماضي 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 المستمر والماضي الماضي. دكتور شاطع ماتا was swimming when a criminal stole his clothes. عندنا هنا يعني باللي كان دكتور شاطع ماتا كيسبح ولا كيعوم واحد مجرم سرق الملابس ديالو. عندنا هنا was swimming هذا past continuous يعني عندنا واحد الحركه اللي هي طويله يعني بلي كيكون الانسان كيسبح ما كيسبحش لدقيقه ولا ثانيه كيسبح لمده طويله فجاه جاء واحد مجرم وسرق ليه الملابس ديالو. اذا عندنا هنا حركه long action interrupted by a short action حركه هي طويله اللي توقفات واحد الحركه اللي هي حركه اللي هي قصيره. ماما غولا what was your mother doing when your father was cooking اش كان كدير الام ديالك باللي كان الاب ديالك كيطبخ ولا كيطيب. كلينتون she was dreaming كانت كتحلم. While Jane was playing video games, her friend was reading about politics. اللي كان جين كتلعب العاب الفيديو كان الصديق ديالها ولا الصديقه ديالها كتقرا حول السياسه. كما كنشوفوا هنا عندنا واي يعني في نفس الوقت يعني تو سيميلتينوس اكشنز نفس الحركات ولا نفس الاعمال كيتقاموا في نفس الوقت. كانت كتلعب في نفس الوقت الصديق ديالها ولا الصديقه ديالها كانت كتقرا. اذا عندنا باست كونتينوس وعندنا هنا باست كونتينوس اللي كيكون عندنا نفس الحركات الطويلات في الماضي كنديروا الباست كونتينوس والباست كونتينوس. يسترداي جراد المالحه واز ليرنين اباوت ديجيتال انجينيرين وين ذا فاينانسال مينستر. يعني البارحه جراد المالحه كانت كتقرا ولا كتعلم الهندسة الرقمية فجأة الوزير المالية جاء. إذن كاين عندنا هنا حركة طويلة اللي هي كانت كتقرا ولا كتعلم لواحد المدة طويلة فجأة جاء وزير المالية. إذن هنا عندنا باست كونتينيوس وهنا عندنا سيمبل باست. علاش باست كونتينيوس؟ لأن هذه حركة طويلة بينما هذه حركة صغيرة فجأة. أما هنا عندنا بجوج الحركات طوال ولا الافعال بجوج في حركه طويله. Last Wednesday, Green Bush was flying a helicopter while his grandmother was doing gymnastics. يعني الاربعاء الماضيه Green Bush كان يعني كيسوق طائره هليكوبتر في نفس الوقت كان الجده ديالو كدير رياضه الجمباز. اذا هنا كما كنشوفوا عندنا بجوج حركات طوال يعني واز فلاين يعني كان كيسوق الطائرة الهليكوبتر لمدة طويلة يعني ربع ساعات ولا ساعة ساعة وفي نفس الوقت الجدة ديالو كانت كدير هي رياضة الجمباز لواحد المدة طويلة. إذن عندنا بجوج حركات طويلات وفي الماضي لاست ويزداي لهذا درنا هنا الباست كونتينيوس ودرنا هنا الباست كونتينيوس. عندنا read past continuous كيفاش كنصرفوا read في الماضي المستمر. كنشدوا الverb to be كنديروا في simple past هو was were was etc وكنزيدوا عليه الverb وكنزيدوا عليه ing. I was reading, I was cooking, I was writing etc. إذا verb to be في simple past كنزيدوا عليه الverb وكنزيدوا عليه ing. بالنسبة للنيجاتيف نفس الشيء يعني كنشدوا الverb to be في simple past وكنزيدو عليه not وكنزيدو عليه الverb والـ ing. I wasn't reading, I wasn't cooking, I wasn't writing, you etc. بالنسبة للسؤال interrogative يعني كنقلبو كنبداو بالverb to be وكنتبعو subject. Was I reading, were you reading, etc.
Exercise 1, put the verbs which in practice in the correct tense, simple past or past continuous. عندنا دوك الافعال بين مزوجتين ديروهم في الزمن المناسب اما الماضي المستمر ولا الماضي البسيط. إذن رقم واحد I was having lunch when the phone rang. هنا عندنا علاش عندنا هنا الباست كونتينوس لان ملي كنكون ناكلو ولا نتناول الوجبه ديال الغداء ما كنتناولوهاش في دقيقه ولا في ثانيه واحد المده طويله اذا كانت كنتناول الوجبه ديال الغداء فجاه رن الهاتف عندنا هنا سيمبل باست اذا هنا باست كونتينوس هنا سيمبل باست حركه طويله مع حركه جد قصيره. رقم جوج While I was doing my homework, my sister was watching television. يعني في نفس الوقت اللي كنت كندير ولا كنقوم بالواجب المنزلي ديالي كانت الأخت ديالي تشاهد التلفاز. إذن هنا عندنا جوج الحركات اللي هما طويلات في الماضي لهذا علاش درنا past continuous هنا و past continuous هنا لأنهم في نفس الوقت جوج حركات طويلات في الماضي. رقم ثلاثة I was working when I saw an old friend of mine. يعني كانت غادي كنتمشى يعني واحد الحركه طويله درنا باست كونتينوس فجاه شت احد الاصدقاء القدامى ديالي اذا هنا هذه حركه طويله وهنا هذه حركه قصيره لهذا باست كونتينوس هنا سيمبل باست. تابع نفس التمرين. إذن بلي كنت كنمشي شفت الصديق ديالي he was waiting for the bus يعني at the bus stop كان ينتظر يعني واحد المدة طويلة كان ينتظر قرب موقفي في الحافلة قرب موقفي الحافلات he didn't see me هذا simple past علاش لأن ما شافنيش he didn't see me because علاش He was reading a newspaper. كان يقرأ جريدة. القراءة كتاخذ واحد المدة طويلة. رقم ربعة. While I was sleeping last night. بلي كنت ناعس. البارحة. I heard. يعني فجأة سمعت. Simple past. A strange noise. سمعت صوتا غريبا. I got up. Simple past. يعني استيقظت. Switched on light. شعلت الضوء. Switched on the light. And went downstairs when Zelto Abrad Dorosh. علاش? To see what was happening. لمشاهدة ماذا كان يحدث. لأن سمعت هذاك الصوت وذاك الصوت بقى مستمر. It هنا بي يعني it was. نسيت ما كتبتش هذيك بي. It was. It was شكون كان هذاك الصوت الغريب It was just look at كان فقط القط It was playing with other كان هذا القط يلعب باللعبة ديال الأخت ديالي Was playing لأن اللعب كي ياخد مدة طويلة هادشي علاش درنا was playing وهنا درنا what was happening Exercise 2 تمرين رقم جوج put the verbs between brackets in the correct tense simple past or past يعني هاد التمرين بحال التمرين اللي صار then رقم واحد I wasn't doing anything special when my boss found me يعني ما كنتش كندير اي حاجه اللي هي مهمه ولا خاصه فجاه المراقب ديال العمل ديالي هاتفني ولا ضرب لي التليفون اذا هذه حركه طويله باست كونتينيوس وهذه حركه بسيطه شورت اكشن سيمبل باست وايل اي واز ويتين فور ذا تاكسي اي سو تو كار اكسيدنتس باللي كنت كنتظر تاكسي يعني هذه حركة طويلة ولا فعل طويل مدة طويلة فجأة شاهدت جوج الحوادث ديال السيارات
رقم 3 بلون هاد لونغ هير، يعني كان عنده شعر طويل ومستاش وشارب باللي كان في الكليه. هذا سيمبل باست لان كنتكلموا على الماضي. تابع نفس التمرين. رقم 4 I was listening to the cassette you gave me while I was having a shower. يعني كنت استمع باست كونتينوس، لان الاستماع كيكون في واحد المده اللي هي طويله. كنت استمع الشريط اللي عطيتيني في نفس الوقت اللي كندير دوش ولا كنغسل في الدوش ولا الرشاش. رقم 5 What were you doing this time yesterday؟ اش كنتي كدير هاد الوقت؟ علاش درنا على الباست كونتينيوس؟ لان عندنا this time yesterday. I didn't call you at 9 o'clock as arranged. يعني ما ضربتلكش التليفون ولا ما عيطتلكش في الهاتف كما اتفقنا. علاش؟ لان كانت عندي لقاء. I was having a meeting. اذا I was having a meeting، اللقاء راه كيكون واحد المده اللي هي طويله. رقم 7 هشام was not listening as the teacher was explaining the lesson. هشام ما كانش كيستمع في نفس الوقت اللي كان الاستاذ كيشرح فيه الدرس. هادشي علاش درنا عندي جوج الحركات طويلات في الماضي، درنا الباست كونتينيوس، درنا الباست كونتينيوس. Exercise number 3 تمرين رقم 3 put the verbs between brackets in the simple past form or the past continuous form. يعني نفس مثلا نفس التمارين السابقه. اي علي what were you doing when the accident occurred؟ علاش درنا past continuous؟ يعني simple past. إذا هنا اش كنتي كدير باللي حدثت الحادثة ولا وقعت الحادثة؟ هنا باست كونتينيوس، هنا عندنا سيمبل باست. إبراهيم I was trying to change a lamp. كنت أحاول تغيير مصباح. باست كونتينيوس I was trying، كنت أحاول، يعني واحد المدة طويلة. بي سيباستيان arrived at Susan's house a little before 9 p.m. يعني سيباستيان وصلت إلى منزل سوزان شيئا ما قبل 9 مساء. But she wasn't there. ولكن سوزان ما كانش في الدار. She was studying for her final exams. كانت كتقرأ ولا كتحضر الامتحانات النهائية ديالها. هادشي علاش درنا باست كونتينوس، لأن بلي كنكونو نحضرو كنحضرو لمدة طويلة وليس لثانية أو لدقيقة. تابع نفس التمرين. ساندي is in the living room watching television. ساندي في قاعة ديال الأكل كتشاهد التلفزة. At this time yesterday. هاد الوقت البارح. She was also watching television. كانت أيضا كتشاهد التلفزة طبيعة الحال لمدة طويلة. علاش درنا باست كونتينوس؟ اللي عندنا at this time yesterday. That's all she ever does. هادشي اللي كدير. يعني ديما مقابلها مشاهدة ديال التلفاز. دي بيتر I called you last night. يعني درت لك التليفون البارحة بعد العشاء. علاش درنا سيمبل باست؟ لأن عندنا هنا last night after dinner. But you weren't there. But you weren't there. ولكن ما كنتيش هناك. Where were you? فين كنتي؟ جين I was working out at the fitness center. كانت خدامة في مركز الرشاقة. تابع نفس التمرين. I was watching a mystery movie on television when the electricity went out.
كنت كنشاهد واحد الفيلم ديال الالغاز ولا فيلم بوليسي في التلفازة، فجأة مشات الضوء ديال الكهرباء. إذن علاش درنا باست كونتينوس؟ لأن بلي كنشوفو كنشوفو لمدة طويلة، وعندنا هنا سيمبل باست يعني حركة هي قصيرة. Unfortunately I couldn't see the end movie، يعني وللأسف ما استطعتش باش نشوف النهاية ديال الفيلم. إف سارة was in the room، سارة كانت في القاعة. When John told me، علاش درنا سيمبل باست؟ لأن عندنا هنا John told me، أخبرني جون ما حدث، إذن درنا هنا سيمبل باست. But she didn't hear anything، ولكن ما سمعت حتى شي حاجة. علاش؟ Because she wasn't listening، لأنها ما كانتش كتسمع. تابع نفس التمرين. The Titanic was crossing the Atlantic when it struck an iceberg. يعني السفينة ديال التايتانيك كانت كتعبر، لأن العبور كياخذ وقت، والتايتانيك كانت 1912 كانت تعبر المحيط الأطلسي. فجأة ضربت ستراك ولا ضربت جزءا من جبلين للثلج، جزءا من جبلين. إذن هنا long action وهنا a short action، past continuous هنا simple past. exercise for التمرين رقم 4 link phrases sorry AF with the ones that complete them 1-6. عندنا الجزء الأول من جمل هي من A حتى F، وغنكتب لكم الجزء الثاني من 1 حتى 6، غتوازيو ما بين الجزء الأول والجزء الصحيح ديالها في النصف الثاني. إذن غادي نوازيو ما بين النصف الأول اللي كتبت لكم وما بين هذا النصف الثاني باش يكون عندنا جمل اللي هي ذات معنى. إذن رقم 1 I found Jimmy around midday، يعني ضربت تليفون جيمي حوالي نصف في منتصف النهار 3. But she was still sleeping، ولكن لازلت نائمة، لازلت نائمة. B when Peter arrived، بلي بيتر وصل. 5 his parents were having an argument، كان الوالدين ديالو يتبادلان الحديث بصوت مرتفع ولا يتشاجرين. سي لورا ميت هير هازبن، هي رقم 1 وايل شي واز ستادين فور هير دوغري، يعني لورا لقات الزوج ديالها بلي كانت كتدرس الدبلوم ديالها ولا الشهادة ديالها. ناو اوكي دي سام هيرت هيز هاند، يعني سام جرح اليد ديالو. 6 وايل هي واز ميكين اكيد، يعني باللي كان كيصنع في واحد اللعبه ديال الطائره لي قطار. اي وي وور واتشين ان انتريستين موفي، كنا كنشاهدوا واحد الفيلم اللي هو مهم. جوج وين دو لايتس ويت اوت، فجاه الضوء ولا الكهرباء مشى. اف وات وور يو دوين، اش كنتي كدير. 4 when the fire alarm went off، اش كنتي كدير باللي المنبه ديال النار بدا كيدير ضوضاء. exercise 5 تمرين رقم 5 put the verbs between brackets in the simple past form or the past continuous form، يعني هالأفعال بين المزوجتين غديرهم في الزمن المناسب، إما الماضي البسيط ولا الماضي المستمر.